السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. جبنا لكم اليوم هذا لاكولوغ، هذا اللي هو القصبي والدوغي، وداخل فيه القهوي. كيف ما كتشوفوا المخدة دايرة كلها بالكابلي والقالون ودوب اللسان، انها تكون دو فاس باش تستغلوها في جوج ديال الاوجه ديالها. هانتوما تشوفوا معنا اللور ديال المخدة، فاللور ديالها كله وردة على هذا الشكل هذا، فهو كيجي غزال. فممكن انك ديري على هذا الستيل وتحطي معاه لي بتي كوسا، وممكن انك ديري على الستيل الاخر على الفاص الثاني، حتى هو عنده جمالية اكثر. كيف ما كتشوفوا هادو التليمطات بهذا الديزاين الرائع، ولي بتي كوسا على هذا الشكل حتى هما دايرين كل. بالنسبه لهاد الدار البنات فيها عشرات المخاد ديال 90، وفيها 12 متر ديال الطلميطه كتفصلها على حسب العبارات اللي بغيتي، وفيها 4 ديال لي بتي كوسا. وبالنسبه للثمن البنات كيبقاو ب 1200 درهم، غير اللي ما بغاش يفرش، غير اللي ما بغاش. السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. جبنا لكم اليوم هذا لاكولوغ، هذا اللي هو البيج والدوغي. كيف ما كتشوفوا المخدة ديال 90 دايرة كلها بالكابلي والقالون والسنات، درناهم بالقرونة باش يفتحوا الخدية. كيف ما كتشوفوا الفصل الاول فهو نص نص، نص مشجر ونص بالكاروات، وكنحرصوا دائما على اللور ديال المخدة يكون زواق اخرى باش تستغلق. بالنسبه لهاد الطلامط البنات فهو البروكار بومبي، يعني توب جوده عاليه، ولا كولور حتى هي ديال غزال البنات. هاد لا كولور زوينه. بالنسبه لهاد الدار البنات فيها 10 المخاد ديال 90، وفيها 11 ونص ديال المتروات ديال الطلميطه كتفصلها على حسب العبارات اللي عندك. وبالنسبه للثمن البنات فهو ثمن جد مناسب وهوته بالنسبه لهاد الطلميطه، وبالنسبه لهاد الخياطه بالنسبه لهاد الخياطه وبالنسبه للطلميطه واللون والشكل ودو فاس والبروكار بومبي، فقط 1100 درهم. غادي تفرشي الصالون ديالك بهاد الجوده العاليه. اللي بغى شي حاجه يتواصل معنا على 0604 34 63 75. بسم الله، السلام عليكم. عندي هاد الطبيقه ها هي كيف ما كتشوفوا معايا، هذه راها صفراء نحاس. هاد الطبيقه هذه منقوشه مخدومه مزيان، شوفوا معايا مزيان، شوفوا النقش ديالها. هاد الطبيقه هذه كنطلفها 500 درهم. وعندي هاد الطاس حتى هو، شوفوا كيف ما كتشوفوا معايا، شوفوا النقش ديالو، رجيله ديالو تما منقوشين. ها المقراج ديالو حتى كنطلف فيه 600 درهم. وعندي هاد الطاس، وعندي هاد الطاس، هاد الطاس حتى هو كيف ما كتشوفوا معايا. ها هو هاد الطاس هذا مختلف على الاخر اللي شفتوا معايا دابا. ها هو الشكل ديالو منقوش من التحت، ولو الشكل هذا حتى هو كنطلب فيه 600 درهم. وعندي طاس اخر حتى هو، ها هو الطاس تاعو كيف ما شفتو، هذا مغير عليهم كاملين. هذا عنده جناب، ها الشكل ديالو كيفاش داير. هذا كنطلب فيه 700 درهم، الثمن ديالو قلنا 700 درهم. هي ها هي كبيره حتى هي منقوشه، الجناب ديالها منقوشين، الداخل ديالها تا هو منقوش. هاد الصينيه هادي كتحصل 20 كاس وجوج برارت، شي حاجه اللي مزيانه. هاديكم تشوفوها كيفاش دايره. هاد الصينيه كنطلب فيها 500 درهم. ملي بغا شي حاجه من هاد الطيسان ولا الصينيه ولا الطبيقه، مرحبا.
الرقم الهاتف ديالي اللي هو 06 74 26 00 56، كازا ومرحبا والف مرحبا. السلام عليكم، كدير اختي بخير؟ لاباس عليك؟ عندي هاد الاله الرياضيه فات ديجا حطيتها، باقي ما جاش لها رزقه، كيعيطوا الناس في التليفون ولكن بلا كلمه، ماشي مشكل، كل واحد وظروف. ها هي باقا اللي بغاها مرحبا به. الدراري اللي كيعرفوا لها هي تيخدموا بهاد الشيء الحديد، كيخدموا بهاد الظهر اللي عنده عرشه داليا لي سبوس هنايا. ها هي اختي اللي بغاها مرحبا به. هي كنت حطيتها ب 800 درهم، عاود درت لها 650 درهم، كانت بغاتها واحد السيده ما جاتش ليها، دابا درت لها 600 درهم. اللي بغاها مرحبا به، حي البركه، الدار البيضاء، 06 67 80 27 14. هي متعدده الاستعمال. شكرا اختي اللي بغاها مرحبا به، بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندي اليوم تفريشة رومية، تفريشة باقا جديدة، فيها 12 متر مطلوقة ديال التوب. شوفوا كيفاش كتبان، راه كتبان رائعة، جات زوينة تبارك الله في التفريش. ثم كتشوفوا انا راه غير حاطاها، راه التلميط 70 في 70 غادي تبان كتر ما شاء الله. ثم كتشوفوا اللوينات اللي فاجو متناسقين زوينين. اللي بغاها مرحبا، الثمن ديالها 800 درهم، ثمن مناسب، ثمن مستعمل في الجديد، يعني 800 درهم هادشي بها غير دارة مستعملة، هادي راه دارة جديدة ب 800 درهم. شوفوا كيفاش كتجي ما شاء الله، انا راه حمقاتني ملي فرشتها، جات زوينة تبارك الله ما شاء الله. اللي بغاه يتصل على الرقم 06 96 85 75، كازا، وكاين الارسال خارج كازا. اللي بغاها مرحبا والف مرحبا. 12 متر مطلوقه ديال التوب، كل يفصل على العبار اللي عنده، و12 مخده ديال 70. ثم كتشوفوا كلشي. بسم الله، السلام عليكم. عندي هاد الحسكات، ها هما، شوفوا وزارين، ما دايرينش في السوق. كنطلب في هادي 600 درهم. هانتوما انا ما قادراش نحركها بيد وحده، راه ماشي هادوك العاديين، واخا التليفون كيبينهم صغار. المهم هانتوما شوفوا تقاره كيدي مونطاو، وهادي 600 درهم. اللي بغاهم الف مرحبا. رقم الهاتف ديالي 07 14 43 33 74، كازا. راني ناقصه السوق تنقولها تنعرف. السلام عليكم خواتاتي، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. شكر خاص دائما لصاحبه القناه، كنقول لك الله يجازيك بخير. السميه ديالها موناليزا، ها الصنع ديالها ديال تركيا، وها لي زانفورماسيون ديالها اونتي تاش ضد الحساسيه، ها السيري ديالها باش تعرفوها راه ديال تركيا. هذه شي حاجه كاليتي ديالها زوين، اللي هو 180 درهم، 3600 المتر. فيها الكرونه، فيها البلونكاسي، فيها البيج، وفيها الشويبي، لون السماء تبارك الله غزاله حتى هي. غندير عليهم من غدا ان شاء الله فيديو. هانتوما كي كتشوفوا اللوين اللي فيها، هذه حتى هي كيحمق تبارك الله ما شاء الله. اللي بغات شي حاجه نخليكم الرقم على الشاشه دائما بالاسفار، مدينه الدار البيضاء، وكنصيفطوا جميع المدن. ومرحبا بكم والف مرحبا. ها هو